تراجع المجلات زي ميكي وسمير مثلا، كنا كلنا بنقراها، كنا نستنى كل يوم خميس عشان ميكي بتطلع، انا كنت بحبها جدا فكنت استنى، ده كان اهم حدث بالنسبه لي كل يوم خميس. هل تراجع ميكي وسمير وعدم وجودهم بشكل يعني كبير وبشكل قوي عمل فراغ كده مش عارفين نملاه بيملاه الاخرين بامور اخرى؟ اه طبعا، ما هو المفروض يبقى فيه كل حاجه بصراحه، لان هي وجبه، فمش معقول يبقى الوجبه عباره عن طبق واحد. يعني هو لو تلاقي وجبه الطفل عايز مجله وعايز كتاب مبسط وعايز كتاب تاريخي وعايز كتاب علوم وكتاب شعر كمان وكتاب اغاني، بتبقى فعايز أنشطة. مثلا بتاع 10 أدباء دايما شغالين عنده يطلعوا له الحكايه ديت ما بين اسبوعي وشهري وسنوي. فإن هي في الآخر واقعة في كل المجهود على كاتب الأدب مش كفاية أبدا. وانتوا بتكتبوا رانيا وانت بتكتبي، هل مثلا عندك مرجع لكيف تكتبين لأدب الطفل؟ هل في دراسة لده؟ هل مثلا بترجعي لكتابات سابقة فبتشوفي كانوا بيكتبوا ازاي بأنهي لغة وازاي نكلم طفل بتاع اليومين دول؟ انا درست، يعني عملت كورسات اونلاين ازاي اكتب للطفل، بس اول ما ابتديت كده يعني كان باحساسي كده ان هو ده الصح يكتب للاطفال. بعد كده اخدت كورسات وانا بدي كورسات دلوقتي، فيعني عندي فكرة كويسة، بس بحب قوي ان انا ابقى مطلع على طول على الكتب اللي بتاعت بره يعني، والكتب الجديدة، لان كل شوية بينزل جديد وكل شوية بيحصل تغيير يعني فعلا في هاري الكتب. بوتر كسر الدنيا، هاري بوتر بسلسلة هاري بوتر كلها كانت يعني ما فيش بيت عندنا ما فيهوش هاري، اللي بيقرا انجليزي فيش بيت ما فيهوش هاري بوتر بسلسلته كلها، وبيفضل بست سيلر في افضل مبيعا في المكتبات الاجنبيه، والكل بيوت كتيره موجود فيها هاري بوتر، ولحد دلوقتي هاري بوتر بيتقري. احنا ما عندناش ده، ما عندناش كتاب يوازي قصة هاري بوتر. كان عندنا زمان قصص كتيرة لكن دلوقتي لا يوجد هاري بوتر. لا، ما كانش برضو موجود النجاح اللي هو بتاع هاري بوتر اللي هو 60,000 نسخة ده ومليون نسخة، متهيأليش حصل كده. بس هي الفكرة كمان النقد، يعني ان يبقى في حركة نقد، ووجود الكتاب في ساحة اختبار وساحة المدرسة، والولاد يعرفوا النقط الحلوة النقط الوحشة، فالكاتب بقى بيبدأ يسمع ويعرف ده اتفهم ما اتفهمش بعيد قريب. فاحنا كل لما بنكتب ما ملكيش فيدباك ابدا، الا بقى من العيله او من هنا او من هنا، بس ان انت تبقي متاكده ان هذا الموضوع فعلا وصل، لان وصل ليه كمان ووصل ازاي وباي وسيله، مكتبات ولا المدارس ولا التلفزيون مفيش ولا سوشيال ميديا مشكلة أو كمان، ما فيش حاجه. مشكلة